السلام عليكم ورحمة الله. عاملين ايه يا حبايبي؟ يا رب تكونوا بخير. كل عام وانتم بخير يا حبايب قلبي. عاملين ايه يا حبايبي؟ بس كده حبايب قلبي قبل ما نبدا الفيديو كده، حطوا اللايك وحطوا الاشتراك كده، ما تنسوش بالله عليكم اختكم كده، ما تبخلوش عليا باللايك والاشتراك يا حبايب قلبي. بصوا كده يا جماعة، احنا كده معانا التكاكيت زي ما انتم شايفين كده، فاحنا ايه يا ولاد بنديهم كده الدواء اللي هو بتاع الاسهال، استمرنا عليه 5 ايام، وانا برضه يا ولاد بضيف اضافه برضه جميله جدا. انا بعمل بصل وتوم وليمون وشاي ونشا، كل ده يا ولاد باغليه في الميه، بحط لهم النشا فيه عشان برضه الاسهال يساعد يا ولاد مع الدواء. وانا بحط هنا يا حبايبي بحط نشا اهو، وشيح بفركه بين ايديا او ممكن تطحنيه في الخلاط، والده بتاع ده اللهم صل على النبي الكركم، فانا بحطه على طول على العلف وبقلبه زي كده، وبحط لهم في العلافه زي ما انتم شايفين برضو كده، عشان برضو ايه الحاجات دي يا ولاد جميله، عشان النشا بيخلي الاسهال برضو يمنع، ولما بتحطيه على العلف وتقلبيه والشيحكة طبعا جميل جدا يا ولاد، وقاية وجميل جدا. والكركم رفع مناعة عسل، فانت لو تقدر الدورة بتاعتك تمشي بالثلاث مكونات دول كده على العلف، تقلبيه وتحطي كده ليهم العلافة، ما شاء الله زي الفل، بيطهر الامعاء بتاعتهم من اي حاجة، الشيح والكركم والنشا، ما شاء الله الثلاث مكونات دول عسل. فهم كده الحمد لله يا ولاد، يعني من امبارح حسيت ان هم ايه يعني فرفشوا شوية حبة. انا شغالة طبعا معهم بالخلطات والبصل والثوم والليمون، بضربهم في الخلاط وبحصرهم وبقلبه لهم على العلف مع الكركم ومع النشا ومع الشيح اللي بفركه ده، والله العظيم يا ولاد زي الفل. بس انتوا مشوا كده على الخلطه دي لو عندكم الحاله بتاعت الاسهال دي زي ما جت عندي كده. وبصوا يا ولاد الميه اهي حاطه فيها الدواء بتاع الاسهال، هو مره واحده بس في الليل في الصبح، فانا بحطه لهم بعد ما بنصلي الفجر كده، بحطه لهم زي ما انتوا شايفين كده. يا رب تكون فدتكم بولا معلومه صغيره. حطوا لي كده اللايكات يا حبايبي، حطوا الاشتراك، اسيبكم في رعايه الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.